مرحبا بالجميع. اليوم بدي حبيت اعمل تجربة. هلا هاي اللي عاملها كلها مي، معبية مي. فهلا بدي اشوف، بدي احط الاكل. هلا هم مش مستجرين ينزلوا، فبدي اشوف بدي احط الاكل هل بينزلوا على المي او لا. ها هلا بنشوف هل ممكن ينزلوا على المي ياكلوا او لا. هسه الاكل في المي. اها هذا نزل على المي. والله 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 نزل. اها هي طلع. هلا كله صار جسمه مي. فلما نشوف هل ممكن ينزلوا على المي ياكلوا او ياكلوا من بعيد. اول واحد نزل ورجع، هذا خايف ينزل. هذا راح هي راح ينادي امه، يحكي لها ماما بدنا ناكل. فهلا بنشوف شو اللي راح يصير. هلا كلهم الاكل، طبعا حاسة الشم عندهم قوية، بس هسه مشكلة المي، هل راح ينزلوا والمي موجودة؟ هلا هم بيحوموا بدهم ياكلوا، بس مش عارف هي ممكن ينزل، هل ممكن ينزل عشان الاكل؟ هلا الام هي كمان اجا مشكلة المي. ايوه هلا كلهم حذرين حذرين ينزلوا ياكلوا لانه فيهم مي. هاي الام، الام بتقدر اها الام يعني اجريها في المي برضو طلعت. هلا بنعمل، هلا كلهم شايفين الاكل بدهم ياكلوا، بس they don't know how to eat it. They scared. They wanna eat. They scared. الكل بحاول هينزل اجره في المي. هي بده ينزل بس برضه تراجع. الكل بده ياكل بس الكل خايف ينزل في المي. هاي الإماية بتحاول تطلع، الإماية تهرب، الإماية الإماية بدها تهرب. بس هاي هذا رجع مرة ثانية، هل راح ينزل أو لا؟ برضه ما نزلش. الكل جيعان بس الكل حذر. خي نزل اجري في المي، برضه تراجع. بدهم ياكلوا بس مش عارفين كيف ياكلوا. هي نزل نزل نزل. نعم هي نزل في المي. ايس بدي ياكل، حتى لو في مي بدي ياكل. جري في المي بدي ياكل. ايس فعلا انه اقوى واحد هذا، حكى مي مي بس بدي اكل. سترونج. شوف التانيين راح ينزلوا نفسه او لا. ممكن يتشجعوا، ممكن يتشجع رد طلع من الماي، ممكن يتشجعوا ينزلوا ياكلوا. لحد الان بس البراون كلر اللي نزل، هذا بده ينزل. ايوه بده ينزل، بده ياكل بس خايف من المي. كلهم خايفين من المي. هذا الصغير اصغر واحد، يعني هذا ثلاث ارباعه جوا نص برا، برضو خاف. خلنا نشوف هون اخر الليل هل بيخلصوا الاكل او لا. We'll see later what's going on. شكرا. يرجى سبسكرايب لايك اند اولسو شير. ثانكس.